على بعد أقل من 130 يوما على قول الشعب كلمته في انتخابات ديسمبر، حملات التشجيع والحث على التسجيل في منظومة الانتخابات لم تتوقف تحقيقا لمبدأ المساهمة باختيار قادة وممثلي الدولة. مدينة يفرن حملت هذه الرسالة بتنظيمها ملتقى حواري حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وما يواجهها من صعوبات وتحديات، فضلا عن احتياجات البلدية ومتطلباتها المنتظر تلبيتها من قبل ممثليها في البرلمان. قدمت في عديد المراسلات والمذكرات مطالبة في ظل زيادة عدد السكان وفي ظل عدم التقسيم العادل للدوائر أيام المؤتمر الوطني اللي نتج عنه طرديات لبعض الدوائر وقصور في بعض الدوائر. عليها احنا ما زلنا متمسكين بهذا الحق وشكلنا لجنة بإذن الله حتتواصل مع مجلس النواب ومجلس الأعلى الدولة والحكومة والمفوضية العليا للانتخابات بشان استحداث مقعد آخر لبلدية يفرن. ملتقى يفرن الذي تم بمشاركة عدد من نشطاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة إضافة إلى الأعيان ومختاري المحلات، جاء في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على التسجيل في الانتخابات القادمة وتفعيل الدور الشعبي في صناعة مستقبل البلاد. لجنة للتواصل مع كل المحلات في إطار التوعية إن شاء الله، لجنة للتواصل مع لجنة الجبل 2 اللي هي نحن داخل نطاقها الجغرافيا أو الانتخابي بشان أنها تزيد حملتها الدعاية داخل بلدية يفرن. إلى حد الآن لم نرى أي ملصق أي منشور، لم نرى حتى أرقام مراكز الانتخابات تعلق حتى نحسس المواطن بحجم المسؤولية وبأهمية صوته. الجلسة الحوارية تضمنت مناقشة عدد من المحاور أهمها المطالبة بإضافة عضو ثاني للدائرة الانتخابية يفرن بمجلس النواب، علاوة على وضع آلية للرفع من مستوى الوعي الديمقراطي المجتمعي لإكساب العرس الديمقراطي الانتخابي القادم حضوراً وتفاعلاً أكثر من المواطنين المستحقين للمشاركة السياسية.